من أجمل لحظات وجودك في أسوان ممكن تقضيها في منتجع هيسا أرتي. هيسا أرتي هو فندق صغير على الطراز النوبي القبوي الملون على جزيرة من جزر هيسا اللي بتقع داخل المنطقة الوسطية بين سد أسوان أو خزان أسوان والسد العالي. دي المنطقة حوالينا صباحا، طبعا باين جدا انحسار مية البحيرة. أنا طبعا واقف في الحتة اللي المفترض تبقى متغطية بالمية، بس طبعا احنا عشان فصل الشتاء في شهر ديسمبر المية منحسرة شوية. وهنبص هناك هنلاقي السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية اهو، اللي هو زهرة اللوتس اللي في نص الصورة ده، والسد العالي اللي في نص الصورة هناك. شكرا.